طبعا تم منذ مساء الأمس تم السيطرة الكاملة على الجزء الأكبر من جبل النار، وحاليا تم كتيبتين من القوات المسلحة تتقدم إحدى الكتائب باتجاه مفرق موزع الذي يبعد عن جبل النار 5 كيلو، 5 كيلو باتجاه الشرق، ولتحيط بالتباب والجبال في موزع، وكتيبة أخرى حاليا تتحرك من جبل النار بتغطية المدفعية إلى باتجاه معسكر خالد الذي يبعد في حالة تم استحداث طرق جديدة يبعد حوالي 20 كيلو، فيما مفرق المخا يبعد حاليا من جبل النار حوالي من 30 إلى 35 كيلو. أعلن الجيش السيطرة على جبل النار من ضمن الانتصارات التي حققها الجيش، هل كان اليافعي متواجدا في هذه المعارك وعلى إثره تم استشهاده؟ لا يوجد معلومات دقيقة حتى اللحظة حول إذا ما كان اليافعي رحمة الله عليه متواجدا كان في جبل النار أو لا، ولكن المعروف عن الشهيد اليافعي منذ السيطرة وتحرير المخا أنه كان يتواجد بشكل كبير في غرف عمليات والمتابعة في المخا شرقها وغربها وجنوبها، يعني كان متواجدا بشكل كبير يعني في داخل مدينة المخا والمعسكرات اللي موجودة في مدينة المخا، ويترقل بين الجبهات بشكل دائم ومستمر، فلا يستبعد أنه استشهد بالفعل في جبهة جبل النار. نعم سيد نيزان، لو تحدثنا عن أبرز الأنشطة التي كان يقوم بها اللواء أحمد سيف. يوم يعني كان بشكل واضح ظهور اليافعي بشكل واضح منذ تحرير الدخول الأول لمدينة المخا، منذ تحرير الميناء كان يشرف إشرافا مباشرا في الميناء أثناء تحريرها من القناصة وأثناء تطهيرها من الألغام، كان متواجدا بجانب الفرق الهندسية وقوات الجيش. أيضا عندما تم تحرير وتطهير عدد من مدارس ومؤسسات من مدارس المدينة ثم مؤسسات وآخرها مؤسسة المياه ومؤسسات الاتصالات، أيضا كان متواجدا وبشكل واضح أمام الكاميرات، أمام الصحفيين، أمام القوات المسلحة، يعني لم كان واثقا من تقدمه، فلا أعتقد أن هناك اختراق استخباراتي من قبل ميليشيا الحوثي. أعتقد يعني جاءت في عملية اقتحام واشتباكات تم استهداف المدرعة التي كان بها باعتبارها مدرعة عسكرية وليست باعتبارها مدرعات اللواء الياسري. نعم سيد نيزان، هل هناك استنفار في اللواء هناك حيث استشهد اللواء اليافعي بين أفراد الجيش، ما هي الحالة؟ حاليا منذ فجر اليوم تم قصف البوارج بشكل واضح، قصفت منطقة يختل، قصفت منطقة معسكر السلسلة الجبلية لمعسكر خالد بن الوليد امتدادا إلى الخوخة. حاليا في الوقت الراهن هنالك نوع من الهدوء في اوساط القوات المسلحه بالكامل بريا وجويا وبحريا، ربما هنالك اعاده ترتيب، اعاده تنسيق، اعاده تكتيك، لا نعلم.